مشاهدينا، لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا من لندن الخبير بالاقتصاد السياسي أحمد ياسين. يعني أستاذ أحمد، بعد التحية، كيف ترى الوضع الاقتصادي ببريطانيا مع إظهار بيانات رسمية أنها اقتربت أكثر من المتوقع في يوليو؟ نعم، وضع اقتصادي صعب جدا، وما ذكرتيه بالتأكيد سوف يزيد الوضع أصعب صعوبة عندما تواجه بريطانيا بمستوى مديونية مرتفع إلى هذا المستوى. بالتأكيد الحكومة المقبلة والتي ينتظرها البريطانيون بعد الخامس من الشهر المقبل سوف يكون من الصعوبة من قبلها أن تقوم بإيجاد الحلول اللازمة لتخفيف من أعباء المعيشة لدى المواطنين البريطانيين. كذلك أيضا بالإضافة لما ذكرتيه، هناك عامل آخر يبدو أن بنك إنجلترا المركزي قد وقع في خطأ جسيم في تعامله وتحديد معالم السياسة النقدية بعد حال الانفراج التي بدأت من خلال يعني رفع الحكومة لإجراءات الإغلاق بعد فيروس كورونا. فكان من المفترض أن يبدأ بنك إنجلترا المركزي على تقييد و السياسة النقدية البريطانية واللقاح بشكل كامل لخطوات التسيير الكمي التي تعرف بكوينتز ايزينج أو باللغة العامية بطباعة العملة. مثل هذا الخطأ الجسيم وقع به البنك المركزي، وهذا ما يفسر بشكل واقعي كيف أن مستوى التضخم قد تجاوز 10% حاليا، وهو بالتأكيد أعلى مستوى بين دول مجموعة السبع. كذلك أيضا ما يجعل بريطانيا تواجه هذا الوضع الاقتصادي الصعب مقارنة مع دول أوروبية أخرى هو أن بريطانيا يعني هناك فقط شركات خاصة هي التي تدير قطاع الطاقة بشكل مباشر، عكس ما هو الحال في فرنسا. يعني الحكومة الفرنسية تستثمر بكميات كبيرة جدا في قطاع الطاقة لديها، هناك شركات حكومية هي تملك الحصة الأكبر من شركات الطاقة في فرنسا، لذلك كان بإمكان فرنسا أن تسيطر على ارتفاع الأسعار في المرتبطة بقطاع الطاقة. نعم، عكس ما هو الحال بالنسبة لبريطانيا. نعم. طيب، لذلك أحمد. نعم. يعني وفي ظل هذا الوضع، ما هي أبرز الملفات الاقتصادية التي تنتظر رئيس الوزراء الجديد، خاصة في ظل تصاعد معدلات التضخم وإضراب العاملين بوسائل النقل احتجاجا على الأجور؟ يعني ما ينتظره البريطانيون هو خطوات عملية وواقعية من قبل الحكومة المقبلة للتخفيف من أعباء ارتفاع تكلفة المعيشة، ولكن يعني هناك يعني عراقيل كبيرة جدا في إمكانية أن تلجأ الحكومة البريطانية هي الأدوات التي يمكن اللجوء إليها في الوضع العادي. يعني ليز تروس وهي المرشح الأكثر حظا لاستلام رئاسة حزب المحافظين وبالتالي الحكومة البريطانية قالتها مرارا وتكرارا بأنها سوف تقدم على خفض الضرائب بقيمة 40 مليار جنيه استرليني، ولكن مثل هذه الخطوة يمكن أن يعني تثير الكثير من التساؤلات بأن مثل هذه الخطوة سوف ترفع مستوى المديونية الذي هو بالتأكيد مرتفع حاليا. لذلك الوضع هو بالتأكيد صعب جدا، ولكن مهما كان الوضع البريطانيين ينتظرون حلول جذرية وواقعية من قبل الحكومة المقبلة للتخفيف من أعباء ارتفاع تكلفة المعيشة. نعم، الخبير بالاقتصاد السياسي الأستاذ أحمد ياسين، كنت معنا هاتفيا من لندن، شكرا جزيلا.